بسم الله الرحمن الرحيم، معكم هذا البرنامج. هذا البرنامج لحياة البراري في إسبانيا. هذا الحيوان هو كروكوديل، كما يسمى بالتمساح القزام، وهو من الثدييات. يتعشى ويتغذى على الحشرات وعلى المزابل. نعم، إنني أصفر مباشرة. نعم، له 5 أصابع في اليدين والرجلين. جيدا، هذا هو أول فيلم وثائقي لكلاوس كينكل، بيكنباور.